السلام عليكم يا جماعة، أنا محمد سعيد من مستشفى رئيس حماية مصر. هكلمكم النهاردة عن الإيميجين بتاع الهيب والهي بري أوبرتيف إيفالويشن راديولوجيكال. تمام. ميزة الإكس راي إن هي حاجة ليس إكسبنسيف عن أي راديولوجيكال إيفالويشن تاني، وفي نفس الوقت هي الاكس راي اهم. انا شايف ان هي بتبقى اهم في بالذات الارثوبلاستي من السي تي والام ار اي. ممكن في السباين وفي السبورت ميديسن نبدا اكتر الام ار اي. الارثوبلاستي اهم حاجه عندنا الاكس راي. هنبتدي بالايمجنج. اهم حاجه في الهيب ان انا مش بتعامل مع عيان الاوستو ارثرايتس هيب او ديسبلاستيك هيب ان هو عنده مشكله في الهيب بس. معظم عيانين الديسبليزيا بالذات عندهم مشاكل تانية في السباين، مشاكل في النيو، مشاكل في البلفس، في ساكوئيلا جوينت، فلازم اكونسيدر كل المشاكل دي. فلو جالي عيان انا سسبكت عملت له اول حاجة عملها له اكس راي هيب لقيت ان هو اوستو ارثريتك، شوط ان انا اكونسيدر برضه السباين والبوث نيز. اهم حاجة طبعا في الهيب الاي بي. حلو. الاي بي فيو بتاع الهيب ممكن نشوف منه حاجات كتير. اهم حاجه في الـ في الـ في الـ في, الـ في العين الاورثو ارثريتك اللي هم الاشهر من الديسبليزيا ان هم بنبص للاستابلم. تمام. ونشوف الدايمتر بتاع الاستابلم قد ايه. تمام. عشان احدد العين ده بري اوبرتيف هل هعمل له ريمنج لمسافه قد ايه، هحتاج بون جرافت فيه ولا لا، هحتاج له سمنتد ولا سمنتلس كاب للاستابلم. ومهم قوي ان انا اكونسيدر الاستابلم في الاي بي فيو بتاعنا الطبيعي. في حاجه يعني نشوفها في الاكس راي معظمنا شفناها، هي نسبتها حوالي 15-20% في العين الديسبليزيا البروتروجن بتاع الهيب او البروتيوزو اسيد ابلاي في الاوستوفايس. فلازم برضو اكونسيدر حاجه زي كده ان البروتروجن بيحصل، تمام، البروتروجن بيحصل للاستابلم ده بيأثر في الريمنج بتاعي، وكل ما بيبقى فيه بروتروجن اكتر كل ما الريمنج بتاعي مش بيبقى اكتر بيبقى اقل، عشان بتبقى اللير بتبقى مور ثينر عن العيان اللي ما عندوش بروتروجن في الاستابلم. في العيانين الديسبليزيا لازم احدد زي ما قلت لكم البولوستوب بتاعهم عشان احدد انا الفيكسيشن بتاعي هيبقى عامل ازاي، البون جرافت هيبقى محتاجه ولا مش محتاجه. وبرده زي ما قلت لكم ان احنا بنبص للهيب، بنبصش للهيب بس، بنبص للبلفس كله. ومهم قوي الحاجات الفيوز السبيشال بتاعت الهيب عشان ممكن عيان يبقى بصه تروماتيك. احنا بيجينا عيان يبقى تروما استابلم، معظم عيانين الاستابلم فيكسيشن دول ده عشان يبقى عنده بون ستوب بعد كده اعمل له توتال هيب، مش عشان هو يعني افكس فراكشر عادي. لا، ده انا بحافظ على بول ستوك عشان ممكن عندي بعد 10 سنين ولا 20 سنه يعني معظمهم بيحتاجوا توتال هيب. فلازم اكونسيدر الفيوز السبيشال بتاعت الهيب بتاعت البلفز زي الاوبتريت والاريك اوبليك فيوز. دمبل طبعا الاي بي. ال 3 دي سي تي مهم برضو عشان في الحالات الكومبلكس او في الحالات البوست تروماتيك. الويتس بتاع الميدالري كانال، احنا خلاص بصينا على الهيب من فوق، هنبص بقى على الويتس بتاع الميدالري كانال. مهم جدا عشان في بعض العيانين العيانين الدورفازم بالذات بيبقى عندهم البوينج بتاع الفيما بيبقى مور ستريت عن العيانين الهومر، فده بينعكس برضه على اختيار الستيم بتاعي وانا شغال في العيانين. سوري، في عيون البجت برضو بيبقى مهم قوي ابص للستيل للميدالري كانال بتاعتهم عشان الانتيريور بوينج اللي انا قلت لكم عليه يبقى سيجنيفيكانت انتيريور بوينج عكس العيون الدورفازم. برضو لو عيان عامل فيكسيشن لازم ابقى واخد بالي العيان ده عامل فيكسيشن قبل كده في الهيب او في الفيمر عشان احضر الالات اللي انا هعمل بيها ريموفل للفيكسيشن ده. في حاجه اسمها تمبلتنج. تمبلتنج ده كان بيستخدموه يعني الاجيال الاكبر مننا ايام ما كانش فيه ستوك بيبقى كامل
بقيس بيه الاستابيوم قد ايه، بقيس بيه الاستام قد ايه. التيرمتنج ده كانت حاجه فنيه جدا، وحاجه كانت بتحدد انا هعمل ايه في العمليه، وبتقلل وقت العمليه بالذات. بيبقى التيرمتنج للكاب، التيرمتنج للستام، والاوفست بتاعه، والانتي فيرجن، بحدد كل حاجه قبل ما اشتغل بحيث ان انا اقلل وقت العمليه. زي ما قلت لكم التيرمتنج في السلكشن بتاع التايب بتاع الامبلانت برضه بيفرق، وفي نفس الوقت بينعكس في الاخر على الاوت كام بتاع العمليه. خلصنا هيب، هنخش على الامج بتاع الني. الني فيها فرايتي شويه عن الهيب، ان الني فيها فيوز اكتر. يعني الهيب هو الاي بي بتاعنا والحاجات بتاعت البلفس كولار ده. الاي بي 45 درجه، والويت بيرنج هو الاهم من السباين، وهوريكم ده في اكس راي جاي دلوقتي. واللاترال والسكاي لاين فيو، دي صوره دي بتفرق ما بين فيو انا واخده سباين وفيو تاني انا واخده ويت بيرنج. بيفرق ان انا بشوف الاكتوال سبيس بتاع الجوين سبيس، بشوف النارنج قد ايه. ان هو العيان مش محتاج ربطه وهو نايم، محتاج ربطه وهو ماشي. الحاجه الثانيه المهمه في الاي بي فيو اللي بدور عليها، ان انا بشوف الفيمورال تيبيال انجل، ميديال ويترال جوين سبيس، سايد بوزيشن، الانتينيتي بتاع الباتيلا، البايبرتيت باتيلا، الاوسو كونفراكس سكانس، الكالسيفيكيشن بتاع الام سي ال. مهم برضو ان انا اشوف الباثولوجي، اشوف العيانين. يعني هو مش هتفرق قوي في الديسيجن، بس هيفرق وانا شغال ان انا هلاقي في حته اوسوفايتس كبيره، في لوس بادي، ان انا بعرف الباثولوجي بتاع العيان، في سكليروزس، في سب كوندرال ديفكت، محتاج بون جرافت. ليه الكلام ده بيفرق برضو في الاي بي فيو. اللاترال جراف اهم حاجه بنقيم فيه الباتيلا. في طريقتين ان انا اقيم بيها الباتيلا، من ناحيه الباتيلا انستابيلتي اللي هو بلين سات لاين، تمام، وده بيبقى لاين من الانفيريور بول بتاع الباتيلا ماشي في الانتر كوندايل نوتش. المفروض ان اللي هو بول ما ينزلش عن اللاين ده. الطريقه الثانيه اللي هي انسان سلفاتي اندكس، ان انا بشوف طول الريتش ما بين اللينس بتاع الباتيلا تندر والباتيلا. المفروض الريتش دي 1.2، لو هي اقل تبقى باتيلا باجا، لو هي اكتر تبقى باتيلا ساجا. طيب اللاترال فيو برضو مهم غير الباتيلا، ان انا اقيم السوفت تيشو. زمان قبل الام ار اي كانوا بيقيموا الاي سي ال والبي سي ال من الاكس راي، ما كانوش بيحتاجوا، ما كانش فيه ام ار اي. فلو انت عندك العيان فيه اي سي ال انجري، ده عيان كنت انديكيت تماما هنا كومبارتمنتال ارثروبلاستي بالايفيدنس اوف انتروتيبيال سبكتيشن. الحاجه الثانيه البي سي ال انسفشنسي، برضه مهم ان انت تاخد بالك منه في الاكس راي، في الاكس راي. الاكسل فيو بتاع البتولوفيرمال جوينت اللي هو المارشانت فيو او سكالاين فيو، بتشوف الالاينمنت بتاع البتولوفيرمال جوينت، مهم قوي عشان تشوف انت محتاج تعمل ريليز، ميديال ريليز او لاترال ريليز الباتيلا، بحيث ان انت تظبطها وانت شغال ولا لا. حاجه مهمه قوي انك تعمل فول لينس ليج ريدي جراف، بيفرق معاك ان انت بتشوف لو في ديفورمتي، في العيان ده عنده فارس ديفورمتي لازم تعمل له زي العيان جرياتريك كده، تعمل له فول لينس. ده مهم قوي، احنا معظمنا ما بنعملوش، بس مهم ان هو هيقلل لك وقت العمليه وتحدد انت هتعمل ايه. الاناتوميكال اكسس طبعا كلنا عارفين الاناتوميكال اكسس بتاع الفيمر بديفيت عن الميكانيكال، بس التيبيا هو ذا سيم تقريبا. الفرق في الفيمر بيبقى حوالي 7 درجات، انما في التيبيا هو ذا سيم ميكانيكال اكسس هو الاناتوميكال اكسس. بس تيكون مسج ان البري اوبتيف بلاننج كل ما يبقى وقته اطول كل ما وقت العمليه هيبقى اقصر بكتير. ثانك يو.